تقدم للامام لكن الكره فيها تدخل من جانب مد العليان. مد الله يلعب كره الامام توصل بالراس هارون كمارا ممكن الثاني هارون هرب جول 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 هنا هارون كمارا ثاني الاهداف دخول موفق يا هارون كمارا هروب رائع جدا امام كره من امام هارون كمارا يضع الكره على يسار ميلا مينوفيتش والنمر لا يخطي صيد الفريسه مرتين النمر الاتحادي بدايه حاده وبدايه للانطلاقه هنا الجاده نحو الدوري هذه كره حلوه كانت من هارون كمارا انطلاقه رائعه جدا هنا هروب رائع جدا تمريره من مد العليان امام كره لعبها بالراس هو اللاعب محمد عوفي وكره تقدم معها هارون كمارا وضعها بشكل ممتاز والكرة على يسار ميلان مينوفيتش ثاني الأهداف إراحة الجماهير الموجودة حضور كبير يا هارون كمارا في هذه الكرة التحرك الجميل جدا من جانب هارون كمارا والإرسالية الجميلة كانت رائعة جدا من جانب مد الله العليان ثاني الأهداف هنا لهارون كمارا يضع الكرة بهذه الطريقة وبهذه الصورة الجميلة جدا التسجيل له عنوان هو هارون كمارا لثاني الأهداف للاتحاد في هذه الكرة انطلاقه رغم الناعي خاصه لاعب مثل عبد الله اليوسف اعتقد انه كان يعني لاعب مالي الخانه بشكل ممتاز توصل لحمدان على اليسار حمدان يتقدم على طرف اليسار ويلعب كره للامام وكره ملعوبه جول ثالث الاهداف هي يا حمدان يا شمراني هي بالجول توج كل العطاء خلال لقاء الشوط الأول والشوط الثاني وانطلاقة رائعة جدا من جانب حمدان حمدان مرة ثانية تلتد من حارس مرمى ميلان مينوفيتش نعم الأمور ولا أروع لجماهير الاتحاد لثالث الأهداف ثلاثية في مرمى العدالة في أول ظهور هنا في هذا اللقاء ولأول اختبار يا نونو سانتو نعم الظهور الرائع جدا بشكل جيد وتبدو السعادة لنونو سانتو لأن الحديث عن حمدان أي انطلاقة وأي حضور وأي روح كبيرة يا حمدان يا شمراني على اليسار تقدم على الكرة العرضية اللي لعبها ارتدت مع حارس المرمى والكرة ترتد لحمدان ليضع الثالث في مرمى العدالة ثلاثية إذن هنا في هذا اللقاء بعد أن سجل أحمد شراحيلي وأيضا حضور لهارون كمارا لكن الآن يأتي دور المدافع هو حمدان الشمراني والطرف اللي كان حاضر بشكل ممتاز في هذا اللقاء لثالث الأهداف لمصلحة فريق العدالة تبقى قائمة ثم الاتحاد يقطع طريق عبد الرزاق يلعب كرة من اليسار عبد الرزاق مرت الكرة العبود في مرتدة سريع سريع العبود سريع العبود سريع العبود عرضية من العبود لكن تنقطع الكرة ترجع مرة ثانية لعبد الرزاق عبد الرزاق يحاول معها مقطوعة كورنادو الله القلب ويسحر العين نجمه انسطع بانت للدوري ملامح الاتحاد يسجل ثالث اهدافه عبر كورنادو في كره رائعه اتحاديه يسقط دونيس هذه المره وتسقط خطط دونيس هذه المره مع كره اتحاديه رائعه مرتده تعاونوا عليها عناصر الاتحاد الى ان استقرت في شباك الفتح شوف الكره من العبود والانطلاقه من العبود ثم العرضيه اللي وجدت من امامها حارس المرمى رينين ثم بعد عبد الرزاق حاول في كره كورنادو حسبها كورنادو حسبها حطها في المكان الصعب حطها في المكان الصعب وسجل الهدف الثالث حطها في مكان قاتل وسجل ثالث اهداف الاتحاد نونو سانتو يحتفل بالهدف الثالث وكانه يحتفل لانه المباراه كانت كما اراد وليس فقط يحتفل
الهدف الثالث كورنادو. سعيد بعودة كورنادو، الاتحاديين سعيدين لكورنادو بهذه العودة. ينجح في إبعاد الكرة مع حسرة كبيرة في اللقطة الماضية. ضربة زاوية تلعب وراسية وكرة وكرة في المرمى. هدف اتحادي أول، هدف اتحادي أول. الحاجز حجازي يسجل، حجازي يسجل الأول، حجازي يسجل الاتحاد الهدف الأول بعدما عجز المهاجمين. سجل المدافع حجازي هدف الاتحاد الأول. 1-0 للعميد، 1-0 للعميد براسية الحاجز الكابتن. يريد تفاعل أكثر، يريد شوف اللقطة، شوف الراسية، حط الكرة على يمين محمدي. صعبة المرة، صعبة يا منير. حطها الحاجز على يمين منير وسجل للاتحاد الهدف الأول. 1-0 للعميد، 1-0 للعميد. راسية وارتقاء وفرحة كبيرة، فرحة كبيرة للجماهير الاتحادية حاضرة في ملعب المباراة. هدف للحاجز الذي استطاع أن يرتقي عاليا ويفرح كل الأنصار. ثالث أهداف العميد وثاني أهدافه في مباراة اليوم. عبد الرزاق لكم الهداف الكبير ليزاول مهمته المفضلة، مهمته المحببة. نعم، أهدافه الواحد تلو الآخر في شباك الخصوم ولا يكون. كانوا أكثر طمع بعد الفوز بلقب السوبر، شعروا بأنهم وصلوا إلى الفورمة المناسبة للصراع والمنافسة على لقب الدوري. لا يريدون أن يتنازلوا عن هذا اللقب بعدما خسروا في الأمتار الأخيرة. الله، لا تتحدث عن التعادل حتى الصافرة. كورنادو سجل الاتحاد، كورنادو وفرحة اتحادية في مدرجات الاتحاد. نعم، انهض وصفق، عاد الاتحاد وعادت الأمجاد. اختفت البوصلة عن رجل البوصلة، كورنادو سجل من بعيد. الاتحاد نعم بانت له ملامح البطل، بانت شخصيته مع غياب روما. لا يغيب وجه الاتحاد. كورنادو ومن مسافة بعيدة أرسلها قوية، أوبا قوية. كورنادو فجرها في شباك الطائي، فجرها في مرمى الطائي. هدف يليق بالاتحاد، هدف يليق بكورنادو وبقوة كورنادو وبروعة كورنادو. الهدف الوحيد، نعم مباراة الهدف الواحد كما قلنا عنها بأن مباراة الذي كما ذكرنا أصبح أكثر حركية على المرمى عندما غير المركز. سنشاهد كورنادو، محاولة كورنادو غير المركز فجعل في مباراة اليوم. حاولات تعود وتصل، حجازي خطيرة، محاولة للخامس هارون كمار يتقدم، 5-5 جول 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 جول. يا سلام، يا انت احلى كلام، احلى كلام. الله الله على الاتحاد، الله
النمر يكشر على نهابه، النمر يصب جام غضبه، جام غضبه. يا لام اللمسه، الله يا كمارة الله. شوف كرة كمارة على طول تقدموا بالجول، في الجول في الجول. هدف للعميد، هدف للفريق اللي كل حديد كل حديد. يا سلام يا هارون، كبري حتى كبري. كمارة، كمارة يسجل، كمارة يسجل، كمارة يضع الكرة في المرمى، وبالتالي الاتحاد يتقدم بالخمسة في أجمل ليلة لصالح العميد. شوف حمد الله سعيد، انظروا إلى بيئة الاتحاد عندما سجل كمارة، فرح حمد الله. لاعبين في منطقة الجزاء، انتظار لكريستيانو، كرة عرضية، يتدخل رومارينيو، إيغور كورنادو يحافظ على كورته، يلعبها على جهة اليمين، شارحيلي يبحث عن تمريرة الرد، شارحيلي الهجمة العنترية من جانبي، شارحيلي شطة يحافظ على كورته، حلوة باتجاه رومارينيو، مر وكرة روما 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 لها غير روما يا عميد، لا جديد يا عميد، لا جديد. روما وشباك النصر، روما ومباريات النصر، الهدف الأول في القمة. روما 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 لقد خطفها، عدى بمهارة بشطارة، حريف لعيب فنان هداف حاسم يسوي لك كل شيء، روما ولا غيره. شوف اللقطة مرة أخرى من جانبي المتألق شرحيني بهجمة عنترية، أي لمسة، من لها غير رومارينيو. روما هذه بهدف، الكنترول بهدف، النهايات لا يكتبها إلا الأبطال الحقيقيين. روما من هذه النوعية، من هؤلاء الأبطال. يصل العميد أخيرا في هذه الأمسية إلى شباك العالمي، بصمة رومارينيو المعتادة في مباريات النصر، لأن هكذا يسجل لنا التاريخ. النصر أكثر نادي سجل فيه رومارينيو، 8 أهداف بالتساوي مع الفتح، وفي 4 إنريكي في وسط الملعب، يتقدم برونو، يأخذ مساحة، يمر من الأول، يتقدم، يبحث الآن عن المساندة، بالفعل وجد المساندة هيلدر كوستا، كوستا مر كوستا، مر خطيرة للاتحاد، خطيرة للاتحاد، محاولة وتسديد على الماء، الله رباعيات الاتحاد ظهرت هنا في الأحساء، عادت رباعيات العميد، عاد عنفوان العميد، عاد كبرياء العميد، يضرب بالأربعة ويعود ليسجل الرابع، ويسجل الرابع إيغور كورنادو بعد كرة لهيلدر كوستا، عمل فيها المستحيل، عمل فيها في كل شيء، بعرضيات، بلعبات جميلة، إيغور كورنادو الأرقام، إيغور كورنادو البرازيلي الإحصائيات كلها، هدفه الخامس والرابع للعميد. انهار النموذجي تماما أمام عنفوان، النموذجي 4 أهداف مقابل هدف واحد، خلاص انتهى كل شيء في الأحساء، انتهى كل شيء في الأحساء يا سادة يا كرام. الاتحاد المدافع شرحيلي شارك في الأهداف، كورنادو تقدم، كورنادو يلعب الكرة جميلة أمام الخامس، الله الله، 5 للاتحاد، 5 للاتحاد، انضرب الاتحاد فضربه موجع للغاية، انحضر الاتحاد بكامل عنفوانه، انحضر الهاتريك لعبد الرزاق حمد الله، فهو الهاتريك والنجم الكبير عبد الرزاق حمد الله.
الله اليوم يحضر بكل جاهزية. شوف يا الله على كورنادو، الله على النظرة والرؤية الرائعة والهدوء الكامل عند الهداف، عند الهداف يبدو أنه عائد مرة أخرى لصدارة الهدافين، عائد مرة أخرى يتصدر الاتحاد ويتصدر هدافه، العميد بالخمسة يضرب هنا في الأحساء، يضرب بالخمسة هنا يا دونيس، واللقاء السادس. إجازي موجود داخل منطقة الجزاء، والركلة الركنية الاتحادية عند البيشي مرسلة داخل منطقة الجزاء. ثالث أهداف الاتحاد أحمد حجازي، الاتحاد في القمة، والقمة يصبح لها وهج بالاتحاد، وحجازي سجل ثالث أهداف المباراة ليسدل الستار على مباراة الليلة ويؤكد على تواجد الاتحاد في القمة وعلى الصدارة، والقمة يصبح لها وهج في حضور الاتحاد. العرضية إلى حجازي والرأسية من حجازي إلى الشباك، هدف ثالث في صالح الاتحاد، الاتحاد يسجل ثالث أهدافه. شوف الكرة الرأسية القوية والرأسية من حجازي، وحارس ضمك في لحظة إدراك أنه لا يمكن أن يتخطى الكرة القوية من أحمد حجازي. ثالث أهداف الاتحاد في مباراة الليلة، ثلاثية اتحادية تعلن بأن الاتحاد ممسكا باللقب، وأن اللقب بين أنياب النمو. يصفر سردان حمد الله وكيم وحمد الله، الصدارة اتحادية، الصدارة اتحادية، جنون جنون، وبعشرة لاعبين الاتي يشعل الصدارة، حمد الله يشعل الصدارة، ولسان حال جمهور الاتحاد اتي محلاه، اتي محلاه، اتي محلاه، اتي في الصدارة وكل الأندية بعده. حمد الله بيوجه رسالة لبوبينزا، بيقول له البنينكا بتتحط كده، البنينكا تتسوى كده كده كده، يا برود أعصابك يا أخي، يا برود أعصابك يا أخي، يا أخي اتقل، لا يا أخي. وبص هنا في ظل الدعوات الصدارة تتزين للاتحاد في واحدة من أجمل المباريات، صخبا وجنونا هنا في دوري روشن. اثنين الاتحاد، واحد الشباب، وجمهور الاتحاد كما قلت لكم قالها قبل المباراة، الليلة ليلتي، وحمد الله بطلا للنهاية في مباراة اليوم، عبد الرزاق بطلا للنهاية في مباراة اليوم. 107 دقيقة جماعة، ده ماتش 90 دقيقة اللي لسه بيتفرج علينا، الحكم ادى 13 دقيقة وقت بدل ضايع وخلاص. من هؤلاء الأطفال الاتحاديين، الحارس ديباي باسي، كرة موجودة بالجول، الله في طلتك لحن الغرام الطروبي، وفي هيبتك هيبة عميد، هيبة عميد، أربعة يا عميد، أربعة، أربعة يا نمور، أربعة. على الاتحاد، الاتحاد يغضب في الجوهرة، الاتحاد يطير بالصدارة، الاتحاد يقترب من اللقب، الاتحاد يقترب من البطولة. يا أنمار، يا أنمار الحائلي بسعادة كبيرة، سانتو انظروا إلى نونو سانتو، هو عادة لا يحتفل كثيرا ولكنه عندما يحتفل فاعلم أن الأمور مهمة جدا للاتحاد. إذا الكرة في الشباك، 4-0، 4-0 للعميد. تعود لمسة وتمريرة إلى كورنادو، ينقل اتجاه الكرة إلى روما، روما يحاول، روما يتقدم، حتى الله جميلة حلوة.
تربية مد الله تمريرة الرد إيغور كورنادو. كورنادو يحافظ على كورته عادي أمام أكثر من لاعب. كورنادو لمصعة ليتي في هذه الأثناء لمسة داخل منطقة حلوة التمرير وكرة ثري. مونديالية يا عميد، مونديالية استثنائية يا عميد، استثنائية تاريخية يا عميد، تاريخية. رقم كبير في المدرجات ورقم كبير تهديفية لعبد الرزاق، وفوز ثمين في تتويج الأبطال بلقب دوري روشن. الاتعادة للسيطرة على الساحة يا سادة، الاتعادة للسيطرة على الساحة يا سادة. عاد بقوته وشخصيته وعاد مرة أخرى للعب دور البطولة وإثبات أنه الرقم واحد في دوري روشن هذا الموسم. استعادة الروح الاتحادية والفوز الاتحادي الثمين بلقب الدوري، وبالتأكيد أيضا مع فرحة كبيرة في المدرجات ومع ليلة تاريخية للاتحاد. بغض النظر تم احتساب الهدف أم لا، الجمهور لا يعني هذا الأمر كثيرا بقدر ما يعنيه أن تنتهي هذه المباراة الصافرة الختامية من أجل التتويج باللقب رسميا والاحتفال مع هذه المدرجات مع هذه الأجواء الرائعة. طبعا راح يكون في ليلة طرب هنا في ملعب الجوهرة المشعة، وراح يكون في احتفال وليلة استثنائية.